على حكومة أخنوش التدخل للحد من غلاء أسعار المحروقات بالمغرب. تجاوزت أسعار الغازوال أول أمس الأربعاء أسعار البنزين في المغرب. وفي هذا السياق أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار عبر الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفات المحمدية واستغلال كل طاقتها في التخزين والتكرير تحت كل الصياغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب. يضيف: والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم. كما طالب اليماني بالعودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.